جاي انت ويا ولا يلا نزلوا بسرعه ونزلوا غراضكم مع كل شوف تسمعوا منيح نزلوا الاغراض قبل ما ننزلهم خصم عنكم ها يلا بسرعه يلا ليش ما ريق من هون ولا؟ أنا كل مرة بقول لهم لا طريق يا سيدي. كان طريقك من اليوم ورايح بتلاقي طريق تاني فهمان؟ فهمان سيدي فهمان. شو بكون عم تبحلقوا فيني وكأني إبليس اللعين؟ عرفتوني ولا ما عرفتوني؟ بسيطة. أنا أبو طحال يلي سرق الترين وقتل الشوفير من سنة. تذكرتوني؟ وهلأ إجا دوري حتى أتعرف عليكم. شو الاسم الكريم يا أبضاي؟ أنا زيدان سيدي زيدان. زيدان؟ من أين ضيعت يا زيدان؟ من ضيعة النمرية سيدي. أيوة النمرية. وشو اسمه مختاركم شي بهوي؟ أبو نادر سيدي أبو نادر. أيوة أبو نادر. وشو رح تهدينا اليوم يا زيدان؟ الله وكيلكم ما معي شي يا سيدي ما معي شي. شو هادي اللي لقيناه معك يا كذاب؟ الله وكيلك يا سيدي هي غلت اليوم. ايه بسيطة. اعسوب حالك ما اشتغلت اليوم. باصك مبنشر. موتورهم كربج عطلان. امرك سيدي امرك. بس ولك. تعال انت. انت لشوف تعال. تعال هون. تعال. شو اسمك انت ولا؟ مخمخ 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 مخدومك ابو حسين يا سيدنا. مخمخ 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 لا مو انت مو ابو حسين انت اسمك ابو سخلي. من وين انت يا ابو سخلي؟ من ضيعه المسلوخه سيدنا. مسلوخ؟ ليش عم تنقي لي السينات؟ ومين مختاركم خزيت العين؟ ابو حكمه تصوص وصو. وما حلو يصير جاجة لسه. شو كنت عم تعمل بالمدينة انت ولا؟ سيدي بعت خروفين ونعجة. وليش ما بعتها للسخلة؟ ما اجاني فيها سعر مليح. مو مشكلة انا بشتريها منك بالسعر اللي بدك اياه بس بدينها. بس هدول اللي معك ولا؟ هدول بس الله وكيلك. بس هدول اللي معك. شيله. شوفوا يا أوباش، أنا ما بدي استولي على الحرش مشان اشتغل مشلح. لا أبدا، هذا عمل إضافي بحت. أنا راح استولي على الحرش مشان احلق له. منظر شجره مو عاجبني. وعم يقولوا لي انه خشبه كتير منيح للابواب شبابيك والمكاتب وغرف الضيوف. وانا راح البي تجارة. تعي انت شو مقرين؟ شو اسمك انت يا مزمزه؟ ام يوسف. نغنوشه؟ ام يوسف. ام يوسف؟ ايوه. من وين انت ام يوسف؟ من ضيعة تل النمس. تل النمس؟ مين مختاركم؟ ابو رفاعي. مو عيب ابدا ابو رفاعي. شو معك تهدينا؟ ما معي شي انا. ما معي شيء. لا هيك رح ازعل منك ولك. رح ازعل منك. لا تكوني بخيلة. يلا نغنوشي طالعي اللي معك بلا سالب ولك. قلت لك ما معي شيء. ما معي شيء والله ما معي شيء. فتشوها. نخيلكم ما معي شيء. والله ما معي شيء. ما معي شيء انا. ما معي شيء. ليه؟ ما
بس هدول اللي معي قبيله يفضح ريشك شو درويشه شو بايعه بالسوق انتي؟ 20 بيضة بلدية وشوية شمندو. لا تكذبي بلا والله لا تكذبي. لا لا ما معي شيء. ما معك شيء؟ وهات شو ها؟ والله ما معي شيء. هات شو هذا؟ واخويا اللي جوا شو ها؟ وينك؟ انا راح اشتريهم هالارنبين منك، بس بدينها هلا ما معي مصاري ما معي فراطة. مالك ثقة فيني؟ اتصطفلي. خود أمر مصور داعي لقلي داعي كلمتين على انفراد اجتماع قمة أنا وياكي داعي لشوف شو اسمك يا حلوية عايشة يا سيدي عاشت الأسامي يا نور عيني الوحدة تسلم لي كلمة سيدي بنت امك قسما بالله هزت لك ياني هزت لك ياني من جوا من أين وضيعة أنت يا أما ضعت النقارة نقارة بتصدقين نظراتك عصفور نار قلبي قسم علم سلامة قلبها ايه يا قمر مين مختار ضيعتكم بلا صغرها؟ اسمعي حصيرة حصيرة يا اختي على الحصيرة ايه روح قلبي شو رح تهدينا انت اليوم؟ حدا بده يخطب منكم يا شباب؟ انا معلم ولا يهمها خطيبتك عندي مين هي؟ الجاموسة اللي سرقناها امبارحة من أين وضيع أنت ولا؟ من ضيعة كفر الصبار وشو اسمه؟ مختار كون دستور خاطره؟ أبو شاهين حصر مين؟ إيه شو راح تهدينا أنت اليوم يا معوى؟ ما معي شيء فتشني إذا بدك ما معه شيء ليش ما اشتغلت انت اليوم؟ ما صار لي شغل يا حرام قسما بالله بتقطع القلب تشتغل معنا شايفين يا شباب انا بدي خفف من ازمة البطالة بس هو ما عم يرضى فتشنا ما طلع معه شيء زعيم العمى طفران وشايف حاله علينا كمان شلحت يا ابو زعيم لا مو حلوة مالك شايف في نسوان خود المنجل منه مو مشان شي بس مشان الذكرى اسمعوني منيح يا أوباش والحاضر منكم يعلم الغايب هالغابة صارت إلي ولجماعتي ويلي بيقرب عليها ما يلوم إلا نفسه صحيح المرة أخذت منكم كم غرض بس تاني مرة بدي أخذ روحكم إذا شفتكم هون مفهوم بس يا زعيم هيك المختار رح يزعل قلت لي مين مختاركم بلا صغرى أبو نادر طز اطلعوا شوفوا شو في بالباص بسرعة حتى ما نأخر الجماعة مو حلوة نادر يا نادر يا مختار نادر يا نادر شو في لك زيدان ليش عم تعيط وينو المختار؟ المختار رايب شو في؟ روح فيقه بسرعة الشغلة ضرورية كتير وما بتتأجل يا لطيف شو هالشغلة؟ لك عم قلك الشغلة خطيرة روح فيقه خلصني طيب قلي أنا شو هالشغلة؟ هلأ أنت شو دخلك؟ شوف أسعد إذا ما بتفيق المختار بحملك المسؤولية إلك ها؟ طيب استناني شوي جاي شو هالمصيبة يا ربي؟ لك منين إجتنا هالمصيبة؟ لك يا أبنادر أبنادر تعال فوت استنى بالمضافة
مرحبا. شرف. تفضل مختار. أهلين يا زيدان. أهلين مختار. خير إن شاء الله. عم بيقول لي أسعد قال في خبرية خطيرة بدك تخبرني إياها. إيه والله يا مختار، مشكلة كبيرة كتير وما بتتأجل بنوب. هات لشوف خبرني. أبو طحال وعصابته استولوا على الحرش يا مختار. أوف، وشو طلعوا هاد من الحبس؟ ما بعرف. على كافة الأحوال تشكر كتير يا زيدان لأنه خبرتني. بس لا تشغل بالك كتير، أبو طحال رح يقعد له كام يوم بهالحرش وينقلع لحاله الله ياخده. إيه بس أبو طحال وقف الباص وسرق الركاب يا مختار. شو هالحكي؟ الله لا يوفقه على هالعملة اللي ما بتنعمل. بس بتعرف يا زيدان الحق عليك انت. ها علي انا؟ ليش مختار؟ لو طيب انت ليش لحتى تروح عن طريق الغابة؟ طول عمرنا بنلف حوالين الجبل لانه امن واسلم. انت شو اخذك على طريق الغابة؟ حبيت اختصر المسافة لانه اسرع واقصر. لا حول ولا قوة الا بالله. لك يا زيدان ليش انت متهور؟ ليش ما سمعت قول الشاعر ليس المخاطر محمودا ولو سلما؟ ما اختلفنا يا مختار، بس ابو طحال شلحني الغلي وما خلى شيء مع الركاب وقال بده يقطع شجر الغابه. يقطعوا رقبته ان شاء الله. شو الشغله فلتانه؟ بس زيدان انت ما قلت له انه مختارنا رح يزعل كثير؟ قلت له يا مختار، قلت له. وشو قال لك؟ قال لي كلمه بشعه. قول قول لا تستحي. سيدي قال طز. قال طز؟ يخرب بيته ما أقل أدبه. أكيد هاد ما في جنس الترباية. طيب هلأ سيدي شو بدنا نساوي؟ لا تساوي شي نهائيا، بس اعمل جهدك إنه ما تروح نهائيا عن طريق الحرش. ما بتسمع المثل شو بيقول؟ ابعد عن الشر وغني له. طيب والغلة اللي سرقوها؟ قدر ومحتوم يا زيدان. خلي عوضك على الله، وأنا واثق إنه الله راح يعوضك يا أسعد. نعم مختار. صب له قهوة برا لزيدان مشان يروق أعصابه. يلا. ما بدي روق أعصابي، عوضي على الله. خبر مختار. يا مختار يا مختار، رعايك يا أبو طحال، دخيلك يا مختار. لك شبكي شبكي، شو جنيتي شبكي يا أم يوسف، شو قصتي؟ أبو طحال شلحني مصرياتي وسرق مني أرنبين كمان، الله لا يوفقه. وين شافك أبو طحال؟ طريق الحرش. وشو عم يعمل بطريق الحرش؟ قال استولى عليه هو وعصابته وبدهم يقصصوا شجره. العمى بقلبه، حدا بيقص الشجر؟ وهذا ايمتى طالعوه من الحبس لابو طحال؟ ايش بعرفني انا؟ بصراحه يا ام يوسف ما له حق يطالعوه من حبس بنوب. طيب شلون بدي رجع حقي هلا انا؟ شوفي ام يوسف، انا هلا مستعجل شوي، مدير المنطقه بده يدشن خزان الكهرباء. انت لا يكلك فكره، اتركي الامر علي وما بتكوني غير مبسوطه. هات حلوان ميلادي. شو هاد عمي 25؟ لك انت جاك صبي. انا حلوان على البنت عم باخد 50 ليره. هات ناولني 100 ليره. ناولني يلا اعطيني. خلاص الله يكثر خيرك. خلاص خلاص الله معك. يسلم. ايه عيشه، هلا فضيت لك. قلتي لي عصابه ابو طحال اعترضتكم بالحرش؟ اي والله يا سيدي، وسرقوا لي سلسال الذهب والخاتم. لك الله يسلحك يا عيشه. ليش لابسه ذهب ما دامك مسافره؟ ما بتعرفي انه الذهب بيجذب اللصوص والمجرمين مثل ما بيجذب السكر الدبان؟ والله يا مختار هي مو أول مرة بلبس ذهب بالسفر. لك غلط غلط غلط، ما بصير هالشي بنوب. بعدين ليش مسافرة لحالك؟ حدا بيسافر لحاله؟ شو فيها هي؟ لا عم بقلبك شو ما بتفهمي. قال شو فيها؟ قال روحي مشي تحركي يلا. ومين بده ياخذ لي حقي يا مختار؟ وين قلتي لي شلحوكم؟ بالحرش. هذا برات أراضي ضيعتنا، برات حدودي. مع ذلك رأفة فيكي أنا راح أتصرف بالموضوع، اتركي الموضوع علي ولا تاكلي هم، يلا روحي الله معك. العمى بقلبك، صرعت الدنيا مشان هالمنجل المصدي يلي أخذوا أبو طحال منك، لكن غيرك يا ابني أخذوا منه مصاري، أخذوا منه ذهب وما عملوا يلي عملته. بجوز يا مختار، بس أنا ما بتنازل عن حقي.
استغفر الله العلي العظيم يا بني ادم، انت بتفهم ولا ما بتفهم؟ منجلك كله على بعضه ما بيسوى 300 ليره سوري، شو بك؟ الشغله شغله مبدا يا مختار، واللي بيتنازل عن الشغله الصغيره تسهل عليه يتنازل عن الشغله الكبيره. هلا جاي تفلسف علينا يا فياض؟ يا مختار انا ما عم اتفلسف وما بعرف صف كلام، والمنجل اذا ما رجع معناها ما رح تقدروا ترجعوا شيء، والحرش رح يطير من بين ايديكم وانتم عم تضحكوا وتلعبوا. اخراس اخراس ابو طول لسان، ما كان ناقصنا غير واحد مثلك يعلمنا شو بدنا نشتغل. روح روح من وشي، الله يعكر مزاجك مثل ما عكرت لي مزاجي. اخونا بالله مفكرنا ما عم نهتم بهالموضوع، ما عم يعرف انه ما عم ننام لا ليل ولا نهار ونحن عم نصفن بهالقصه هي. حسبي الله ونعم الوكيل. هات ناره يا ابني. تعرق انت وياه تعرق عجل اوام. لا تقتلوني. شو في معك ولا؟ معي اكياس حنطه هدول للمختار ابو نادر. امشي معنا امشي امشي. امرك لوين؟ على جهنم الحمراء تاخذك. امشي هذا امشي. ما سيبك ضح ضح. واقف هون شوف شو صايدين اليوم يا شباب؟ 10 شوالات قمح سيدي. ما عفرم عليكم. لمين هدول ولا؟ سيدي هدول لأبو نادر مختار النمرية. وين كنت أخذهم يا حقير؟ كنت أخذهم على السوق لبيع لهم. حظك حلو أنت والمختار، أنا رح أشريهم منه بس بدينها مصاري ما معي. بس أنا ما باكل حق حدا، الكل بيعرف عني هالشي. بقى إذا بده يضمن حقه خليه يكتب اسم أبو طحال الضبع على لوح البوز. يلا نقلع من وشي. سيدي والسيارة؟ شو بقى السيارة؟ كمان رح تاخذوها؟ يخرب بيتك ما أوقعك، شلون بدنا ننقل الأكياس لكان؟ سيدي بس هي السيارة إلي، ما له علاقة فيها المختار. بسيطة بنشتريها منه. سيدي الله يخليكم، أنا هي السيارة ما بدي أبيعها، عم بسترزق من وراها. هلا بتروح من هون ولا خلي دواليب يبعثوا بطنك معز؟ امشي بلا امر سيدي اخرس. امشي يلا ضرب على قلبك وامشي من هون يلا. معلم شو مصطادين اليوم؟ قرفان. وشو قصة الغرفة؟ في راعي قرب كتير على الحرش معلم. يخرب بيته شو حمار، شو مستغني عن حياته هذا؟ أنا ما قصرت بحقه، قوصت عليه وشلحته هدول خرفان. عفارم عليك والباقي؟ قرب فيه العمى ما أغبى؟ وبكم خروف نفد يعني؟ يمكن شي 20 معلم. كذاب أكتر. بـ30 الله وكيلك 30. يعني أنا هلأ خسران 30 خروف بجزء لكم هالشي من الله؟ طول بالك زعيم أبو طحال، المرة الجاية بعوض لك إياها بإذن الله. بسيطة يا دحان. شبيك لبيك دحان بين إيديك معلم. بدي خروف ليتو كبيري. مشان شو زعيم؟ بدي اياكم جاهز على العشاء مشان تشخط لي اياها مع شوية مرغول. عيونك معلم. الله وكيلك 20 كيس يا ابو حكمة. لا مو بس هيك،
ابو طحال سرق لي السوزوكي كمان. ليش انا وضعي احسن من وضعك؟ لا تشكي لي يا ابو نادر ببكيلك، وانا الثاني عم تصيبني طرطيش من ابو طحال. مثلا امبارح بعت لي زلمه اللي ما بيخافوا الله وسرقوا موسم الزيتون كله وقلعوا الشجر من شرشه. وهذا بالضبط يلي عم يعمله بشجر الحرش. لك اخي يصطفل بشجر الحرش، بس ابو طحال عم يعتدي على رزقي الشخصي. بقى شو رايك يا ابو نادر؟ انا برايي انه ابو طحال تمادى كثير يا ابو حكمان، وصار لازم وقفه عند حده، ولذلك انا قررت احكي مع مختار تل النمس ابو رفاعي ونسق معه. ايه ضروري يا مختار ابو نادر ضروري. بالمناسبه هلا اتصل فيها وقال لي انه جماعه ابو طحال سرقوا له بقرتين من البايكه مع 4 كياس علف. ولك اخ شو بده يحكي الواحد ليحكي؟ لك انا بحياتي ما شفت اوقح من هيك عصابه، لذلك لازم نعمل اجتماع مخاتير باقرب فرصه. معك حق، لازم نعمل اجتماع عاجل، لانه عصابه ابو طحال ما عاد ينسكت عليها بنوب. 10 خواريف يا ابو شاهين، 10 خواريف كل واحد منهم قد العجل وحقه فوق 5000 ليرة، سرقوا لي اياهم عصابه ابو طحال، حرق لي دمي، الله يحرق دمه. مصيبتك سهله قدام مصيبتي يا حجي. جماعة أبو طحال سرقوا لي المناحل كلها، الله وكيلك كنت حاططهم جنب الحرش لحتى يرعوا من زهره، ومن يومين بس راح النحال لحتى يستفقدهم ما لقى شيء، لا نحل لا عسل لا مناحل ولا هم يحزنون. الله وكيلك يا حجي التدع قلبي من جوا لدع. طيب والعمل يا أبو شاهين؟ لإمتى بدنا نضل ننق ونسق مثل النسوان؟ والله يا حجي إسماعيل أنا برأيي هيك موضوع ما بينحل إلا باجتماع عاجل وعلى مستوى المخاتير. معك حق، رح اتصل فورا بالمخاتير المنكوبين مثل حكايتنا واشرح لهون ابعاد المساله. مع السلامه. الو اعطيني مختار النمريه لو سمحت. الو مرحبا بنادر، انا الحاج اسماعيل مختار ضيعه النقاره. عرفتك عرفتك من صوتك، اهلين حجي، شو صار معك؟ قبل ما اقول لك شو صار معي، شو رايكم تجتمعوا عندي مشان نبحث الموضوع؟ وين يعني عندك بالنقاره؟ ايه عندي، بقى شو رايك؟ إيه لا حبيبي ما حذر، اذا بده يصير اجتماع مخاتير ولا بد بيصير عندي هون بالنمريه. وليش عندك بالنمريه بقى؟ ايش قالوا لك عن ضيعتي، حرف ساقط ولا حيطان همايله ولا ما لنا قد المقام ابو نادر باشا؟ هلا لا تقعد تتمسخر وتخبص بالحكي، الاجتماع ما بيصير غير عندي بالنمرية. بدكم بدكم ما بدكم بالناقص منكم ومن هيك اجتماع. الله معك يا ابو رفاعي يا ابو رفاعي، ارجوك تفهمني بلا لف ودوران. الاجتماع انا برايي لازم يكون عندي بضيعة كفر الصبار، والسبب هو انه مضافتي واسعة سلامة خيركم طبعا، وبعرف قوم بواجب المخاتير من حيث اقامتهم وحراستهم والقيام بواجبهم على اكمل وجه يعني. ليش نحن ما بنعرف نقوم بالواجب؟ ليش المرة الماضية لما عزمت المخاتير على طهور ابني طاهر مو الكل طلع من عندي عم يمدح كرمي من حيث الأكل والشرب والبقلاوة والمحلي؟ يا أبو رفاعي شو مفكر المخاتير عينها فاضي وفجعاني لحتى تكسر عينها بالأكل والشرب؟ هي أنا لحالي يوم طهور ابنك الله يخلي لك إياه قدمت لك بقرة هولندية بتحلب 20 كيلو باليوم. هيك عم تحكي يا أبو شاهي؟ إيه أنت عم بتحجني أحكي هيك يا أبو رفاعي؟ هلا لا تحملني من نية بالبقرة المريضة اللي هديتني إياها. ما عم تحلب كاسة حليب واحدة باليوم. أخي كلمة ورد غطاها، أنا ما بقبل هالاجتماع ينعقد إلا عندي، إن صار هالشي كان بها، ما صار إن شاء الله 60 عمره ما يصير. الله وكيلك يا مختار الخرب بيتي، ما عاد اقدر امرق من طريق الحرش بنوب، عم بضطر ابرم برمي طويلة بالميكرو وامشي الطريق وعر وخطير حتى وصل الركاب على ضيعهم وهن ميتين من الرعبة. شو بدي ساوي يا زيدان؟ شوفت عينك، طلبت من المخاتير يجتمعوا عندي وقلت لهم انا بحرسكن وبخدمكن وبوجبكن وما رضيوا، شو بدي اعمل؟
كل واحد فيهم يبس راسه وما بيعمل الاجتماع إلا عنده بالضيعة. طيب شو رأيك مختار؟ أنا عندي حل. شو هو؟ شو رأيكم تجتمعوا بالسيارة عندي؟ بالسيارة؟ ما فهمت عليك. إيه السيارة ما رح توقف بضيعة واحدة، وإنتوا رح تركبوا فيها وتجتمعوا، وأنا رح أبرم فيكم بالعدل من ضيعة لضيعة، وبهالصورة بيكون هالاجتماع التاريخي صار بكل الضياع من غير ما حدا يزعل. بقى شو رأيك؟ زيدان داولني هالتليفون. وصلنا على حدود ضيعتي. حطي هالمسجلة يا زيدان، بدي القي كلمتي. أبراك مختار. أيها المخاتير المناضلون، لقد اجتمعنا اليوم في هذه الظروف العصيبة من تاريخنا لنبحث معا مشكلة خطيرة، ألا وهي استيلاء أبو طحال وعصابته المجرمة على الحرش الغالي واعتداءهم على مواطنين الشرفاء. وكل أمل أيها الزملاء المخاتير أن يخرج اجتماعنا التاريخي هذا بقرارات تاريخية تهدئ روع شعوبنا وتعيد الابتسامة إلى وجوههم. إذا بقينا ساكتين على هذه يا أبو نادر، شلت حدود ضيعتي. لحظة يا حبيبي يا أبو حكمة، لسه ما خلصت كلمتي أنا. والله هيك الشرط، كلمة اللي بيحكي بحدود ضيعته. لك يا أخي تفضل احكي، تفضل. لا إذا زعلت منزل. لك يا أخي ما زعلت، احكي. خلاص عود عود. أيها الزملاء المناضلون، نجتمع اليوم معا في هذا الظرف الاستثنائي والخطير لنبحث مشاكل المجرم الكبير أبو طحال واغتصابه أراضينا وممتلكاتنا، وإننا لن نسكت لهذا المجرم الخطير أبداً إذا اغتصب أراضينا. أيها المخاتير الميامين، لنبحث معاً هذه المشكلة الخطيرة، ألا وهي استيلاء أبو طحال وعصابته المجرمة على حرش السنديان الغالي واعتداءهم على مواطنين الشرفاء. وكل أمل أيها الزملاء المخاتير أن يخرج اجتماعنا التاريخي هذا بقرارات تاريخية تهدئ أوعى شعيبنا وتعيد الاستسلام. وكلي أمل أيها الزملاء أن يخرج اجتماعنا التاريخي هذا بقرارات تاريخية تهدئ روعة شعوبنا وتعيد الابتسامة إلى وجوهنا. أيها المناضلون الزملاء، نجتمع معا في هذا الظرف الاستثنائي الخطير لنبحث اعتداء ومخاطر استيلاء أبو طحال على الحرش واعتدائه على مواطنين الشرفاء. وكل أمل أيها الزملاء أن نخرج من اجتماعنا التاريخي هذا بقرارات على مستوى هذا الحدث تهدئ وتعيد البسمة لوجوه أهالينا الشرفاء.
ليش وقفت هون يا زيدان؟ استراحة صغيرة بتل الحيران يا مختار، نشرب لنا فنجان قهوة والله نشفينا. ليش انت بتعرفوا لتل الحيران؟ تل الحيران منطقة محايدة مختار، بقى وين بتحبوا اخذكم انا بأمركم. طيب قديش بيبعد تل الحيران عن النمرية؟ 5 كيلومتر. وعن المسلوخة؟ كمان 5 كيلومتر. وعن النقارة؟ 5 كيلومتر. وبيبعد عن تل النمس 5 كيلومتر. وعن كفر الصبار كمان 5 كيلومتر. هاها، مشان هيك سموه تل الحيران. طيب شو رأيكم يا زملائي المخاتير انه نعمل اجتماعاتنا التاريخية هون؟ انا كرمال الناس موافق. وانا ما عندي مانع، مع انه كنت بفضل يصير الاجتماع بمضافتي. وانا من شان المصلحة العامة رح اتنازل وقول ما عندي مانع. وانتو ما رح تكونوا احسن مني بالتضحية، وانا كمان ما عندي مانع نجتمع بتل الحيران. طيب لكن ماشي الحال، خلونا ننزل نشرب لنا فنجانين قهوة ونرتاح لنا شوي، وانت يا زيدان من بكرة بتدبر لنا خيمة لحتى نعمل اجتماعاتنا التاريخية فيها. امرك مختار. بشركن انه نحن والحمد لله اتفقنا على مكان الاجتماع وهو في مقصف تل الحيران، بس كمان اسمحوا لي صارحكن انه اختلفنا على ترتيب القاء الكلمات، واسمحوا لي بشركن كمان انه اتفقنا على تشكيل لجنة لحل هذا الموضوع بالسرعة الكلية. بحب بشركم اخواني الاعزاء، لقد اتفقنا وبعون الله تعالى على ترتيب جدول ترتيب الخطباء بطريق القرعة. بس للأسف اختلفنا على ترتيب جدول الأعمال، على ما يجب أن يطرح وما يجب أن لا يطرح، ولكن
بالمقابل اتفقنا مع مخاتيرنا الكرام على تشكيل لجنة لحل هذه المشكلة، فوافقوا مشكورين. باسمي وباسمي أعضاء اللجنة بحب أني بشركن أننا اتفقنا على مضمون البند الأول من جدول الأعمال، وهو الوقوف دقيقة صمت، ولكن اختلفنا وبشدة على روح مين بدنا نوقف دقيقة صمت. بس كمان بحب بشركن أننا اقترحنا على مخاتيرنا الكرام تشكيل لجنة لحل مشكلة دقيقة الصمت. يعطيكم العافية. أيها الإخوة الأعزاء، أبشركم بأن كل شيء قد انتهى. نعم، لقد انتهى، واستطعنا بفضل عمل اللجان النشطة التي كنا نشكلها من تذليل كل الصعاب والعقبات. لن أطيل عليكم، فلا وقت للكلام الآن. سيعود مخاتيركم الذين أحببتموهم إلى الخيمة للخروج بقرارات حاسمة تردع أبو طحال وشرذمته الشريرة. يا مختار، يا مختار، يا مختار، يا مختار. شباب، ما في داعي تعزبوا حالكم وتجتمعوا. ليش؟ شو صار؟ أبو طحال وجماعته تركوا الحرش وراحوا. ها؟
وهي لسه ما اجتمعنا يا شباب ولا طلعنا بيان. الله أكبر الله أكبر. لحظة يا جماعة طولوا بالكم لسه ما كفيت كلامي. ليش شو في كمان؟ أبو طحال ما خلى لا شجرة ولا غصن ولا في ولا مي ولا هم يحزنون. الله لا يوفقك يا ابو طحال انت وعصابتك ويكسروا ايديكم على حلو وتقطيع الشجر. يخرب بيته شو بيكره البيئه. اكيد هالمجرم بيكون باع الخشب للتجار بسعر الذهب. لو ظابط معنا هالاجتماع من ست شهور اكيد ما كان صار اللي صار. يا جماعه انا ضميري عم بيعذبني وما بعرف ليش. وليش لحتى عذبك؟ نحن بصراحه مو لازم نلوم حالنا بنوب. نحن عملنا يلي علينا وازواد وغير هيك ما بيطلع بايدنا. يا اللهم فرق جمعهم. آمين. اللهم شدد شملهم. آمين. اللهم واجعل دائرة